طبعا في البداية بشكر أستاذنا الدكتور أسامة أبو الفتوح، وطبعا بشكر أستاذنا الدكتور أسامة حسين على دعوته الكريمة ليا، وبشكر الحضور كلهم. المحاضرة بتاعتي يا جماعة بتكلم واي كولوسترام، بقول عليها سيكريتس بيهايند ساينس، لأن فعلا الكولوسترام ده إعجاز في القرآن جدا جدا. الأول مبدئيا حد عارف يعني إيه الكولوسترام باللغة العربية؟ سرسوق المسمار الإيه؟ اللبن. هو اللغة العربية الفصحى بتاعته فعلا هي اللبن، بيتقال عليه اللبن، وديت الكلمة دي ظهرت في دول نجدة وفي المنطقة العربية ومن زمان في القرآن. طبعا انا لما بدور عليها بشوف قلت بنكشف على ايه اللبق بالعربي الاول. دورت عليه كتير جدا وحاولت، كلمت الدكتور علي طبعا اللي هيكلمنا المحاضره الجايه على الاعجاز في القران الكريم، دورت على اللبق باينين هو موجود في القران او لا، لقيت مش موجود بصوره مباشره. طبعا الدكتور علي قال لي هيفيدنا في الموضوع ده اكتر بعد كده. اللبق لقيت مكتوب عليه كتب كتير ومجلدات كتير، من ضمن الكتب دي كتاب معجزه الله في الارض. يعني تخيلوا بيتكلموا عن الكولوسترام معجزه الله في الارض، شراب ودواء ووقايه وشفاء. لما جيت ادور بقى على الايات القرانيه اللي بتقول ما لقيتش، بس لقيت كل المفسرين او كل الناس اللي بيبصوا في حته الاعجاز في القران فسروها بطريق غير مباشر، وقالوا ان هي ماده صمغيه التي تخرج من ثدي الام، والتي تخرج ايضا من ضلع الماشيه في اول ثلاثه ايام بعد الولاده، ويشربها الانسان، والتي ورد ذكرها في القران بطريقه غير مباشره، ودي على الحيوانات اكثر اللي هي البوفاين. بسم الله الرحمن الرحيم، وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون، في سوره المؤمنون. وايه ثانيه، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله. المحاضرة في الأساس لما بتكلم على الكوليسترول، طبعا في ناس قالوا على المسمار قبل ما ننسى، المسمار طبعا أو لبن السرسوب دي حاجة شعبية في مصر بنقولها، ودي هتسمعوها في القصيدة دي. سمعت القصيدة دي قبل كده، اسمها واه يا عبد الودود. بتقول ايه؟ واه يا عبد الودود ياللي رابط على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح؟ عصلك كن مليح وراكب للأمام، أمك هتدعي ليك وهتسلم عليك إن كنت واد أبوك وشارب المسمار، تدب لي طار اخوك والاهل يبلغوك جميعا السلام. مين اللي قال دي؟ ها؟ لا عمنا احمد فؤاد نجم هو اللي قايل ديت عشان الناس اللي قالوا المسمار برضه. تمام. وغنوها كتير. طبعا احنا بنتكلم على الكوليسترام وهنتكلم على الاجنده، بس ليه اللي خلاني افكر في حته الكوليسترام بقى او اللبن؟ لان انا لقيت في مال براكتس كتير مع الامهات ومع اطباء كتيره وفي الحضانات ايفن مع الممرضات والدكاتره. الام بتولد من هنا مفيش لبن في صدري خالص، يجهزوا لها البيبرونه، تبدا ترضع صناعي او في الحضانه ياخدوا البيبرونه ويرضعوها صناعي. طب ليه ما بترضعيش يا ماما؟ هم جابوا لي في المستشفى البيبرونه دي عشان ابدا، لان هي قايمه من الولاده مش قادره. حطيتيه على صدري؟ لا ما حطيتش، لسه اللبن قليل. طبعا المعلومه المهمه جدا ان الكولوسترام ده الام بتطلعه في الحمل في الشهر الثالث او الرابع من الولاده، بيبقى موجود، واحيانا بتحس ان هو بينز منها في اول ثلاث اربع شهور، وبيبقى اصلا اوريدي موجود في البريجنسي، لكن الامهات كلهم ما بيبقوش على علم بكده ومش عارفين وفاكرين ان الكولوسترام ده مش موجود.
فبالتالي بيستسهلوا وبيدوا ضغط ولا ايه؟ تمام؟ بيستسهلوا وبيدوا ضغط وما بيخلوش الام تحط على ستها على اساس ان مفيش